ننتقل إلى فقرة وهي سبورت تايم، وراح نرجع لكم جديد. والآن معنا بعض التمارين الصباحية الممكن أولياء الأمور، السيدات، أي حدا قاعد في البيت ممكن يعملها. التمارين مع ميسا وعبد القادر. 3 2 1 start. 1 2 3 4 5 6 7 8. Breathe. خذ نفس عميق. أهم شيء في التمرين إنه نحن بناخذ نفس عميق حتى نعطي راحة لعضلاتنا نتكيف. عملنا نحن أول عدة، أول عدة من أول تمرين 8 عدات، وهلا نعمل ثاني تمرين نفس التمرين 16 عدة. Ready guys. 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8. Continue. 1 2 3 4 5 6 7 8. Breathe. وهلا طبعا عندنا بعض التمارين البسيطة لعضلات المعدة لحتى نحن ننشط عضلات المعدة. ونحن بنعرف انه اكثر الدهون تتجمع حول المعدة. تمارين بسيطة وخفيفة لمشاهدينا الاعزاء، نبداها مع ميسا عبد القادر. Ready guys. 3 2 1 now هلا نعمل استلقاء على الظهر مع وضع الكفين خلف الراس، ويكون شكل الجسم بهذا الشكل حتى تستفيد عضلات البطن من التمرين. استعداد. 1 2 3 4 5 6 7 8. Relax. هلا بدنا نعمل نفس التمرين بس نزيد الجرعة مرتين. استعداد. Go. 1 2 3. مع بعض. 4 5 6 7 8 9 10. Relax. ناخذ ريلاكس بين العشر ثواني والعشرين ثانية فقط لحتى نعطي راحة لعضلات البطن، إنه تاخذ فترة راحة منيحة مشان ترجع تعاود استمرار. ريدي. هلا حناخذ 12 عدة، هيكون عملنا 8 و10 و12، رفعنا شوي الحمل على البطن. استعداد. جو. 1 2 3 4 5 6. ايزي. 7 8 9 10 11 12. طبعا بعد تمارين البطن لازم نعمل تمرين يريحنا الظهر ويريح البطن شوي، تمرين عكسي. حنشتغل تمرين عكسي. ناو بحط ايدي خلف ظهري وبعمل بوش، بيكون جسمي بهي الطريقه هي. بعد لل 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. داون. باخذ نفس بستنى 10 ثواني وبرجع بكرر التمرين. ريدي ستارت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Calm down. Breathe. ناخذ راحة. من أول راحة أخذناها هي 10 ثواني، ثاني راحة بناخذها هي 15 ثانية مشان الجسم يستفيد أكثر ويصير عنده نسبة استشفاء أكثر. جاهزين شباب؟ Ready. Go. 1 2 3 4 5 6. نزل راسك. 7 8 9 10 11
ريلاكس.